سبحانك اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد يا رب يا رب فارحمنا وأصلح لنا أحوالنا أنت الولي الحميد يا أنت علينا وعليهم شهيد فهم بنار أججوها لقا وهم لشر زرعوه حصيد ونحن للحق جنود وهم للبغي والباطل كانوا الجنود يا رب يا رب في الآيات قول له معنى مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا وقد شكرنا وانتظرنا المزيد